Hello and welcome to Witness. I'm Raghi Omar. On the 27th of December 2008, the Israeli Defense Force began a brutal air assault on the Gaza Strip that was to kill around 1,400 Palestinians and leave thousands of Gazans wounded. The death toll included a very high proportion of women and children. A special United Nations investigation after the war reported that the Israeli army had deliberately targeted civilians in actions that it said amounted to war crimes and, in some respects, crimes against humanity. Just days into the war, in early January, the extended Al-Samouni family, some 48 men, women and children, was attacked in the homes they occupied together in the south of Gaza, and almost all of them were killed. 13-year-old Almaza Jewel is one of the very few who survived the attack, in which 30 members of her family died, many before her own eyes. A girl called Jewel is Almaza's story, a heartbreaking eyewitness account of the war in Gaza. From the rubble of her former home, Almaza walks us through the wasteland and recounts, with a worldliness beyond her years, the massacre of her family. أنا اسمي ألماز إبراهيم حلمي محمود السموني، بصف السابع، عمري 13 سنة. كل ما بطلع بالمستقبل سياسية عشان أجيب حقوق الأطفال اللي هم محرومين من أهاليهم اللي تربوا يتامى. كنت فبتذكر أهلي، كنت فبتذكر لما استشهدوا قدامي، يعني اطلع على ابن أخويا هيك اتلفت لقيته مستشهد، اطلع اتلفت على الجهة الثانية لقيت أهلي كلهيتهم فوق بعض مستشهدين، يعني مرميين على بعض هيك كوم مستشهدين، يعني منظر بقدرش أتخيله. عيلتي كلها تروح مرة واحدة، يعني 30 نفر من عيلتي، والله ظلم. يعني هلقيت بمر علي العيد، بمر علي حاجة، يعني ما لقيش عمامي، ما لقيش، يعني يوم العيد بقبل أروح أزور عمامي، أروح أزورهم، يعني أروح أدار عمي طلال، أروح أدار عمي رشاد، أروح أدار عم عطية، يعني كل هدول، يعني إيه ذنبي؟ يعني أنا أحرم من أهلي، أنا أحرم من عمامي، أنا أحرم من أمي، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
أنا موجودة ببيت يعني ما كناش عارفين حاجة. الصبحيات يعني هيك يعني من أذان الفجر هيك يعني الساعة 6 صار يخش اليهود. أول حاجة خش عن طريق طائرات، لقوا المنطقة آمنة صار يخش الدبابات والجرافات. بعديها يعني الساعة 6 هيك يعني الساعة 4 هيك بالليل ما شفنا إلا القنابل والرصاص تخش الدار. رحنا بالصالون، في متر يعني بيننا وبين عمي طلال ممر هيك صغير، صاروا يرموا فيه قنابل هيك صوت عالي وتطلع ريحة. عاد هذه القنابل يعني احنا كلياتنا بطلنا نسمع، بطلنا نتنفس، انخنقنا يعني جينا نموت. ما شفنا الا اليهود فتحت خرج كبير من الحيطة وحطوا سلاحاتهم علينا. يعني منظرهم كان مخيف إلي، يعني لو جوني بالليل مش هعرفهم طبعا، يعني حتى الخيال إلهم ما بتشوفوهمش. يعني طلعونا من الدار ودونا على دار وائل اللي هي وائل السمونة، قعدنا فيها 3 أيام بدون أكل ولا شرب ولا مية. اللي الأطفال اللي كانوا يعني بدهم يشربوا اللي عمرهم هدول 6 أشهر وبدهم يشربوا، يعني ما كانش في يعني ما كانش حليب إلهم كمان. يعني قعدنا 3 أيام هدول، يعني راح أخويا يجيب حطب. بعد 3 أيام هدول أدوب أخويا بيطلع من باب الدار، يعني أدوب بيطلع لهم رموا عليه صاروخ، استشهد أخويا. عبرنا جوا لهم، يعني أنا طلعت أنا ومرت أخويا وابنها، ابنها اللي عمره 9 أشهر عدموه، يعني عدموه عدم، يعني طخوا عليه بالرصاص واستشهد ابنها قدامه، يعني قدام يعني ايه يعني قدام امه، وهو يعني بحضن امه بحنان امه، يعني عدموه عدم ورا ابوه. عبرت جوا يعني لقيتهم كلهم مستشهدين، لقيت 3 صواريخ خش الدار هدول، لقيتهم كلهم مستشهدين. يعني ما لقيتهم الا كلهم بينزفوكم فوق بعض، يعني نزيف نزيف كان معهم، يعني دم يعني فوق بعض. يعني شوف لسه بعدها بتصب لكم انسي. تعالي يا فهمي. كنا ندرس هان وكنا نلعب هان غرفة اخويا وهان غرفة امي وهان غرفة اخواتي اللي استشهدوا الله يرحمهم. كتبي هان، ويعني كنت احط الشنطة بالنسبة هذه، يعني كتير اللي حاجات ذكريات. هاي برضو هذه تبعتي وانا صغيرة. هذه تاعت امي الله يرحمها.
أخويا نصار الله يرحمه، وهذا تبعت اللي كنت أروح فيه على الجامع، هذه تبعتي، وهذه تاعت ابن أخويا المعتصم بالله استشهد الله يرحمه. وهذه عباية أمي الله يرحمها تاعت الدار، وهذه بلوزتي، هذه تاعت أخويا إسماعيل الله يرحمه استشهد، From the scarred wasteland that was once her family's home, Almaaza wonders what will become of all the orphans from the war in Gaza. Join me after the break for more from A Girl Called Jewel.